طبيب الدكتور احمد الغرمان ابن قرية بهنا باي مركز الزقازيق يتفضل مشكورا. والذي رغم دراسته في الطب الا انه تعلم القراءات العشر واتقنها حفظا وتجويدا والقاء يتفضل مشكورا ابن قرية بهنا باي مركز الزقازيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده حيث نشاء فنعم أجر العاملين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
حتى إذا جاءونا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله وقالوا فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا حيث نشاء وقالوا الحمد لله وأورثنا
الجنة حيث نشاء. فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب وقضي بينهم بالحق وقيل
وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. حميم تنزيل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. إليه المصير. واغفر الذنب وقابل التوب
ذي الطول لا إله إلا هو إليه البصير. بسم وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا
وعلاك الذهب جزاء من ربك عطاء صدق الله العظيم. إلى ما تيسر من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الطبيب الدكتور أحمد الغرمان والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق. نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا. والآن أيها السادة عودة